نجح برنامج ذا فويس في انه يحقق نسبة مشاهدة عالية عند الجمهور، وبيعتبر من اكبر برامج المسابقات الغنائية في الوطن العربي كله، وهو النسخة العربية من برنامج اجنبي بنفس الاسم، وقدر خلال الموسم الاول والثاني انه يقدم مواهب غنائية حقيقية، وفاز في الموسم الاخير المتسابق العراقي ستار سعد، واللي كان ضمن فريق الفنان قازم الساهر، وفي نفس الوقت وصل للنهائي ثلاث متسابقين منهم المتسابقة المصرية وهم، واللي كانت ضمن فريق الفنانة شيرين، وحبها الجمهور جدا وامتازت ببحة صوتها وتقديمها لأغاني الزمن الجميل كاميرا بالألوان الطبيعية. التقت بالفنانة الشابة وهم، واللي هتكلمنا أكتر عن تجربتها في برنامج ذا فويس، وكمان هتكلمنا عن حاجات تانية كتير. تعالوا نشوف وهم هتقول إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية. المرحلة اللي جاية تمام الحمد لله، يعني في مشاريع وعندي تور يوم 1/5 في دبي، تور 1/5 في دبي، وزي ما انا قلت قبل كده ان انا اصلا بنت الام بي سي، ومستنيين اعمال جديدة من شركة سوني بيكتشرز، وربنا يسهل يعني في اعمال جديدة. شفش الامل بس انا ما اعرفش امضي وان انا اتفق مع اي حد، لاني انا ماضيه 2 كونترا، فصعب ان انا امضي مع اي شركه انتاج الا بعد ما يخلص مده العقد بتاعت شارين كيتشرز. والله في اصلا في عروض اتعرضت عليا كتير، يعني في شركات انتاج وفي عروض تمثيل معروض عليا، بس انا زي ما انا قلت لك مش هينفع ان انا اقبل اي حاجه عشان العقود اللي انا ماضياها، وربنا يسهل يعني احنا لسه في الاعمال الجديده. انتشرت في الفترة الأخيرة أفلام الوجوه الجديدة، والنوعية دي من الأفلام بتدي فرصة كبيرة لمواهب فنية جديدة إنها تظهر موهبتها ويعرفها الجمهور. ومؤخرا احتفل فريق الفيلم الجديد لعبة القدر ببداية تصوير الفيلم بحضور كل أبطاله، منهم ماهي سليم، نشوى السيد، محمود رجب، ندى الشربيني، والعمل من تأليف وإخراج أحمد سعيد في أولى تجاربه السينمائية. بتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي ساسبنس حول فكرة القدر وتأثيره على حياة الإنسان. الفيلم بعيد تماما عن قصة الفيلم التركي واللي بيحمل نفس الاسم. تعالوا مع بعض نلتقي بفريق العمل ونشوف هيقولوا إيه عن تجربتهم السينمائية الجديدة في تقريرنا اللي جاي.